التي تهدم الأسر هي الغربة الطويلة. بعض الأزواج يقترب السنة والسنتان والثلاث عن أهله. أي حياة يعيشها هؤلاء؟ إني من هذا المقام أبعث برسالة إلى من طالت غربته وطال سفره عن أهله. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، إن لزوجتك عليك حقا. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ إذا غاب الأزواج عن الزوجات لمدة طويلة إنهم بحاجة أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يعطوا النساء الحقوق الشرعية والحقوق الواجبة التي أوجبها الإسلام وقررتها الشريعة. هذه الغيبة الطويلة لها مفاسد عظيمة ولها مفاسد كبيرة ولها أخطار جسيمة وأوائل وخيمة. رب رجل يخرج وامرأته حامل ما يرجع إلا وولده ربما يلاقيه إلى طريقه لمصافحته لأنها ولدت ومشى الولد وصار الولد يخطو وأبوه